الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل. صدق الله العلي العظيم. أزور سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام زيارة نيابة عن سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، وبالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن شيعة أمير المؤمنين زيارة قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على رسول الله يمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته. السلام على صاحب السكينة. السلام على المدفون بالمدينة. السلام على المنصور المؤيد. السلام على أبي القاسم محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والغة وسبل الراغبين إليك شارعة وأعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وزلل من استقالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناقل الظماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. إنك ولي نعمائي ومنتقى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى. إنك على كل شيء قدير.
السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح، وعلى جاريك هود وصالح، وعلى الملائكة الحافين بقبرك الشريف، ورحمة الله وبركاته. زيارة الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزغراء سيدتي نساء العالمين، صلى الله عليك وعلى أخيك بالفضل العباس، وعلى أختك أم المصائب زينب، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنغار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد وعلى أصحاب ورحمة الله وبركاته. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الثانية غفر الله لكم. على محبة سيدي ومولاي أمير المؤمنين. الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني كيف النار تكويني. اللهم صل على محمد مولاي. يا أمير المؤمنين أنت المنار والمنى يوم الدين، ناداك قلبي وقلب كل العاشقين، راجنا منك نظرة عند رب العالمين. من يدانيك علا في المنزلة أسد الله وباء البسملة، من يدانيك علا في المنزلة أسد الله وباء البسملة، يا أميري يا علي يا أميري يا علي، قبل خلق الخلق ناداك الجليل، أنت للمختار صنو وخليل، سيدي بل كل ما يروى قليل، سيدي بل كل ما يروى قليل، عن فتى الإسلام سر الزلزلة أسد الله وباء البسملة، يا أميري يا علي يا أميري يا علي. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا وتهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي من أوصانا بالدعاء وقلدنا الزيارة جميع المؤمنين والمؤمنات وخصوصا شيعة أمير المؤمنين، إلهي بحق محمد وآل محمد اشفي كل مريض يا الله. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات المؤمنات أمواتنا وأموات السامعين وبالخصوص الشهداء السعداء، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.